guys, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. New video. Hi, hi, hi. اليوم عندنا فلوج مع خواتي. جواهر يلا. معاي اليوم يسرى وجواهر. طبعا مريم مو معانا لان كان عندها تصوير, بس بنتلاقى معاها بعدين. فاليوم ما اعرف, هي اعتقد ان اليوم رايحين ايكيا صح؟ صح. يمكن شوية شوبينج, فما اعرف شو بنسوي, بس باخذكم معاي. واليوم جواهر بتوات عندنا في البيت. I'm so excited guys. توني مصورة فيديو في تيك توك, روحوا ضيفوني على تيك توك, منزلة فيديو وايد يضحك. روحوا ضيفوني على الانستا في الديسكربشن. anyways guys, بصور لكم شو بنسوي اليوم, وان شاء الله بيكون فلوج ممتع وفن. قولي هاي يسرا. هاي. هاي جواهر. قولي هاي. هاي انا. قولي هاي. هاي جايز, وصلنا ايكيا الحين. وايد يسولفون وايد, ما اقدر اصور حتى فيديو طبيعي. وصلنا ايكيا, شوفوا ماي اوتفيت, عبايه سو كيوت. وما اعرف يسرا تشتري حق غرفتها, نفس ما قلت نسيت اقول لكم ان بيتنا بيت اهلي اللي مو شقه ابن الثاني, مسوي له صيانه وخلصنا الصيانه. يسرا هني تتسوق حق غرفتها. Hey. احس جايز نحن وايد مسوين حشره, كل واحده تسوي شيء صح؟ yeah. احب البس عبايه بنيه, احس اتس كيوت. يسرا قاعده تسوق العربه. Hi. يعني المامي فايبس. جواهر ما ادري ايش فيها. تخيل جايز صار لها سنوات مو بأي ايكيا, عشان شي يعني دايخه. كيوت, بيت المستقبل ان شاء الله. هذا مثلا شي احسه صغير وكيوت. ما ابغى ابيض. اي لون تبين؟ متعقد انا من الابيض على فكره. بيج؟ بيج وين ما عيبك؟ جايز طبعا ما عليكم سوالف خواتي, بس ايش رايكم عبايتي اليوم؟ سو كيوت صح؟ لونه براون كلاسي واي ام. حلو انه صراحه اليوم مكان فاضي اقدر اصور على راحتي لانه ما في حد على الارض. سيسرا طلبت هذا حق سريرها, هذا اللي تحت مع هذا تقريبا نفس سريري اللي اخذته. فا يس دورا, اعطينا رقصه دورا. جايز خلصنا من ايكيا, والحين طبعا مستحيل نطلع من هنا بدون لا ناخذ الشاورما منهم. ف ترى واو سيلفيا عمل لذيذ. سيلفا منو لذيذ صح؟ هاي جايز, انا رجعت البيت, حاولت اصور لكم كثر ما اقدر بس صراحه ما سوينا وايد فعاليات, يعني انتم روحكم شفتوا كيف. فرجعت البيت طبعا للحين مو ماسحه ميك اب, لانه بيكون عندنا فقره ان نمسح الميك اب ونسولف سوالف عميقه. بس قبل هذا انا وايد جوعانة وابي اكل. وتخيلوا الحين الساعه كم؟ الساعه 2 AM. فلازم الحين اني اكل, لان احس ما بيتاخر على الاكل, لان اخر فتره صايره اكل وارقد, صايره اكل قبل الرقاد واحس عمري وايد ثقيله. اختي جواهر نفس ما قلت لكم جواهر يوم تبات عنا, بقول لكم ليش سريري مفسخ, لان جواهر تحب تقعد تحت. ف وما عندنا شيء انه, وانا مو حاطه زوليه في غرفتي, فقالت انها تبي تقعد تحت لان هي تحب تاكل وهي قاعده على الارض. فسويت لها سبيس عشان تقعد تاكل على الارض, وانا احب اكل على السرير, فانا بقعد اكل على السرير المفسخ حرفيا. هذا هو الاكل انا وجواهر طلبناه. اول شيء طالبينه من مطعم لبناني اسمه الو بيروت, وايد اكلهم لذيذ. وهني عندنا ورق عنب من مطعم اسمه اغاتي, وايد صاير ترند عندنا, ف صراحة أول مرة بجربه فوايد متحمسة. ويس هذا حرفيا كل شيء باكله اليوم. الساعة 5 الصبح وأنا طبعا مو بحمامي لو لاحظتوا, حمام أختي مريم تسبح بحمامي. تخيلوا أن يسرى بعدية الشقة, فأنا مريم جواهر يسرى كلنا هني في الشقة. يسرى قاعدة تسبح في حمامي, فأنا قلت حق مريم بي بصور عندك هني, لأن أحس ما صورت لكم اليوم وايد أحداث, فبصور لكم شوي.
طبعا انا اوريدي مسحت الميك اب بس الحين بسوي سكين كير وبستخدم منتجات اختي مريم بس. فاي شيء اختي مريم تستخدمه بستخدم نفسه وبشوف شو المنتجات اللي هي تستخدمها. اول شيء مريم تستخدم هذا الغسول من لانكوم، فاعتقد اني بستخدم هذا. طبعا لو لاحظتوا حمام مريم ديكوره شوي غير عن ديكوري. ف اليوم حرفيا من اغرب ايام حياتي حرفيا. تعرفون لما هاليوم تحسون شعور غريب وتحسون هاليوم شعور غريب؟ ما اعرف اذا ايام المطر تحسون بشعور انه غريب. انا اليوم قاعد احس بشعور غريب حرفيا. فتقريبا كل يوم كل يوم كل يوم عندي مثلا ساعه ساعتين اقعد فيهم مع نفسي وما اسوي شيء واسوي الاشياء اللي انا احبها، قاعده اتابع تيك توك يوتيوب. اليوم ما كان عندي هالوقت ابدا. 24 ساعه كنت مع خواتي وكنت مع امي وابوي، لان اليوم الظهر كنت في بيتنا في عمان. فيعني بشكل عام مع الناس يعني ما كنت بروحي. ف احس يمكن عشان شيء بعد قاعده احس بشعور غريب، لاني متعوده اني عاده اكون بروحي وشقه وهدوء، فاليوم لا. بس هل انا مستانسه على هالشيء؟ صراحه يس، شوي مستانسه، ما بقول لكم اني متضايقه من هالشيء. يس. على فكره مو شرط دائما المشاعر الغريبه تكون مشاعر سلبيه غريبه، يمكن تكون مشاعر ايجابيه بس غريبه لانها جديده عليك. يعني يس، ما اعرف اذا فهمتوا او تحسون بهالشعور نفسي، بس مالي خلق السوالف. نسيت امسح الماسكارا شوي. اوكي. مريم تستخدم هذا البراند اسمه دير هايدريشن، اعتقد هذا التونر زين حق الترطيب والتنظيف. جربته عندها من قبل بس جربته مره والصراحه حسيت انه ما ينظف عدل، بس مريم تحبه. بس انا ومريم في السكين كير وايد غير عن بعض. يعني انا السكين كير مالي مليون خطوه حرفيا. مريم تستخدم هذا المرطب حق الويه من براند درونك إليفنت. الصراحة عندي نفسه بس اللون الأخضر أحلى، يقولون إنه أحلى وترند أكثر. وهذا تقريبا نفس الشيء الصراحة. أحب هالبراند، أحب منتجاتهم بشكل عام. فإذا تبون تشتروا مرطب حق الويه اشتروا درونك إليفنت من سيفورا. جايز خلصت السكين كير، خليت الخطوات صغيرة لأن ما عندي وقت أبي أروح أنام. فيس أشوفكم باكر، بكمل معاكم الفلوج أكيد وبحاول أصور لكم أكثر باكر. I promise. See you guys باكر. Oh my god guys، لحظة قبل لا أروح أنام بس أبي أقول لكم شيء وايد مهم. حرفياً قبل ساعتين وصلت 300,000 في الأنستا. شكراً على الحب والدعم اللي تقدمونه لي كل يوم، احبكم بشكل فظيع. والحمد لله، طبعا اولا الحمد لله، ثانيا الحمد لله، ثالثا الحمد لله، ورابعا شكرا لكم. احبكم وايد 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 حتي، واكيد باكر بنزل بوست يعبر عن فرحتي. شكرا اجين على كل شيء، ويا اشوفكم باكر. باي. شكلي صاير زي الزفت، يعني اليوم الثقة صفر. تكلمنا عن هالموضوع قبل، كيف ان الثقة في ايام تكون الثقة عالية وايام تحسين، في ايام تحسين عمرك ان الثقة صفر. انا اليوم من الايام اللي احس ما فيني ثقة. نسيت اراويكم جايز اللوحات اللي ورا، اصلا سويت ابديت وايد صغير في الغرفة فبراويكم الابديت اللي سويته. خلونا نشوف شو سوينا في غرفتي. طبعا انا اليوم كنت جاية ابي احط ميك اب على السرير لان تعبت وانا احط ميك اب في الحمام لان خلاص مليت. وصلتني بعد طلبيه من براند اسمه ماربل، اول مره اطلب من هذا البراند ف اوتفيت، فمتحمسه اني اراويكم الاوتفيت. من كل هذا ترى
شوفوا ايش سويت في غرفتي، حطيتها ثلاث لوحات شهر ابي اركبهم، فهو اخيرا ركبتهم. وش رايكم؟ اشتريت الاطار من ايكيا، والصور اللي داخل خذتهم من شي ان، عندهم وايد اشكال وانواع ثانيه حلوه، بس انا هذا وايد حبيته وايد كيوت. شوفوا مكتوب عليه daily affirmation، I am loved، I am creative، I am happy، يعني كلام ايجابي، وحسيت انه كيوت مسوي جو حق الغرفه، انه مخلي الغرفه كيوت. وبعد غيرت الشيتس اللي على السرير، خليت هذا الجرين لونه اخضر فاتح بس يجنن، حسيته احلى عن الوردي اللي كان قبل، وتغير بعد نفس الوقت، حسيت ان الالوان الحين في الغرفه صايره وايد مريحه. وبس طبعا للحين ما خلصت، الحين في اشياء ابي احطها هني، وطالبه طاوله ابي احطها هني بعد، يعني مو طاوله بس ارفف احطهم هني، ويعني للحين في ابديت بيصير. واليوم احتمال اني اروح اشتري فازه حق هني بعد. هالطاوله تعبت من كثر ما ارتبها وترجع تخترب، بس احس خلاص وصلت لمرحله اني تقبلت الوضع. ما اعرف. وعلى فكره هالمخده وصلتني هديه، احس عمري مهووسه لانه مكتوب فاطمه جمال فاطمه، يعني تعرفون هالنوع اللي يشترون اشياء مكتوب عليها اساميهم، احسني مهووسه بنفسي، بس والله لا، لانه وصلتني هديه فحطيتها هني، يعني حسيت انها كيوت. حرفيا قاعده اكل زيتون جايز، يس ادري انه غريب بس انا مهووسه بالزيتون، اقعد اكله بدون ادي اخلص نص العلبه على شي بروحه، يعني بدون لا امكسه مع شيء. الطالبه هني كوكونت جوس عشان يعطيني انرجي. شفتوا قبل شوي كنت في الجيم جايز، جسمي تعبان تعبان تعبان، طبعا انا مو متعوده وايد على الرياضه، الشيء اللي كنت اسويه فتره اليوغا، والصراحه كنت اسوي رياضه بس تقريبا وقفت سنتين والحين اجين رجعت، فيعني عضلاتي وايد صايره ضعيفه، عندي نقص في البروتين، يعني عندي اشياء تحتاج تعديل. قوه، احتاج قوه جسديه، يعني انا اليوم رحت الجيم، طبعا انا اسوي رياضه ثلاث مرات في الاسبوع اروح الجيم لان ما عندي وقت زياده عشان اروح كل يوم، فقلت كبدايه اوكي ان ثلاث مرات في الاسبوع، ومع الوقت المدربه قالت ان نقدر نزيد بعد. طبعا اليوم كنت بصور لكم المدربه بس كنت مستحيه صراحه، لان يعني احس للحين في بيني وبينها شيء نستحي من بعض. وايد جسمي تعبان، يعني سويت رياضة وأحسني خلاص منهارة وأبي أقعد أبي أنام، يعني تخيلوا دائما لما أرجع من الجيم أحس أبي أخذ قيلولة تعبانة. إن شاء الله مع الوقت نسبة البروتين تزيد في جسمي وأصير أقوى جسديا، إن شاء الله إن شاء الله عندي هذا الهدف أحب أوصله لين السنة الجاية. ليش أقول لكم السنة الجاية؟ لأن جايز حرفيا باقي شهر وندخل 2024. excuse me، تونا 2023. صراحة هالسنة كانت سنة جدا سريعة، يعني بسرعة الوقت مر الحمد لله. بس يس ديسمبر، طبعا حق اللي ما يعرف تاريخ 2 ديسمبر هو اليوم الوطني الإماراتي اللي نحتفل فيه، فعندنا احتفالات هالويكند، إن شاء الله بحاول إني أصور لكم هالويكند إذا قدرت، فاحتمال كبير إني أقدر أصور لكم. Hello guys. Hello guys. جايز جواهر موجودة في بيتنا. كيف كانت نومتك هني على السرير؟ وايد حلو بصراحة. حبيت عدل أمس أشوفك كنتي تتنفسين. صراحة أنا وهي يعني طبعا جواهر نامت عندي لأن أنا من النوع اللي لما أنام ما أتحرك أبدا، وجواهر من النوع اللي ما تتحرك، أنا وهي نقدر ننام على نفس السرير لأن ما نتحرك. فنفس ما قلت لكم هالويكند عندنا احتفالات، وبحاول بحاول 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 إني أصور لكم أجواءنا هالويكند. هاي ما أدري ليش وضعها من ورا بس ما علينا. بس أحيانا لما الوضع يكون وايد زحمة تكون عندي صعوبة في التصوير، لأن يعني عويها حرفيا نحن في بيتنا ما حد يطلع عويها غير مريم. هي يسرى جواهر أحيانا بس مو دايما. شوفوا كيف اللوحات ورا مسويه جو، والله العظيم انا وايد مستانسه عليهم على فكره. لازم اشتري لي كونسيلر اليوم، احتمال ان انا ومريم مقررين نروح دبي مول، فاحتمال ان اروح شوي اشتري ميك اب. صراحه احتاج اني اشتري مسكره حواجب، ما ابي احط جل على حواجبي، تعبت ومليت، ابي مسكره حواجب. يمكن اروح اشتري لي كونسيلر بعد اليوم، صار الوقت اني اجرب ميك اب جديد. صدقون على فكرة أنا كنت أبي أصور لكم فيديو أجرب ترندات تيك توك حق الميك اب،
فاكتبوا لي اذا تبون هذا الفيديو ولا لا. جايز حق اللي ما كان يعرف، على فكره انا اصمم عبايات، عندي تصاميم نزلتها اخر فتره وما عندي عباياتي، يعني مصممه تصاميم ونزلوا وقاعدين ينباعون بس انا للحين لبس تصاميم وما نزلت بوست بتصاميمي. كنت افكر ان اليوم احتمال اني اروح اتسوق من تصاميمي كان البسهم هالفتره هالايام، لان ليش لا تنهارون عليهم جايز العبايات. فترة بعد قاعدة أصمم تصاميم حق رمضان، دراعات، فساتين للعيد. سنة إن شاء الله السنة الجاية تصاميمكم للعيد ورمضان بتكون علي، يعني في الفلوقات الجاية بشرح لكم وبحط لكم اللينك كيف تتسوقون لتصاميم رمضان والعيد. أدري إنه باقي وايد حق رمضان والعيد، بس تقريبا باقي 4 شهور، يعني أتكلم عن المستقبل القريب. على فكرة مو كل ترند يكون ترند ناجح، يعني أمس أنا وأختي جواهر كنا قاعدين نتكلم إن كيف في ترندات حق السكين كير أو الميك اب تكون مجرد ترند أو اسم. أحيانا نحن مثلا في بعض المنتجات حق السكين كير، يعني أحيانا في بعض المنتجات حق السكين كير نشتريهم عشان العلبة شكلها كيوت في الواقع، بس في الواقع هذا السكين كير ما قاعد يسوي شيء حق البشرة. فكيف بدينا نقاش في هالموضوع؟ أمس جواهر كانت تمسح مكياجها واكتشفت إن في حبوب صغيرة 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 صوب هني خشمها وخدودها، ف يعني حبوب يعني وجهها محبب. فاكتشفت إن هي قبل أمس كانت شارية من براند لسيروم من جلو ريسيبي، هالبراند وايد صاير ترند هالفترة، ما عجبها أبدا ورطب، ما أعرف شو كانت ماخذة الصراحة، بس هي تحطه قبل الميك اب. مو كل شيء يضبط على كل حد ومو كل ترند يكون ترند ناجح، بس ما يخصها. احيانا في ناس يستخدمون منتجات من جلو ريسيبي وتطلع وايد 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 مناسبه لهم، فعلى حسب انت وبشرتك، يعني اذا انت كنت من النوع الحساس وجهك بيتحسس. فالمفروض صراحه حتى لو شيء كان ترند لازم الواحد يجرب، مو انه ترند فادني مو شرط، يعني اذا فادك انت في حد ثاني ما بيستفاد منه. اوكي ما اعرف شو قاعد تفسر بهالموضوع، بس حبيت نتكلم في الموضوع. المهم جايز انا بخلص ميك اب وبرجع لكم فقره الشعر واللبس. سي يو جايز انا طلعت من البيت مع مريم. السدحة خيال. لبست عباية اليوم مع الهيد باند وايد كيوت، بس براويكم الفل اوتفيت بعدين. والحين انا ومريم وين رايحين؟ ناكل. احلى فقرة عندي في اليوم حرفيا، صايرة استانس على الاكل بشكل فظيع، فبراويكم اي مطعم نروح شو بناكل، فترقبوا مطعمنا. جايز جايين ناكل اكل ايراني يومي وايد لذيذ. مريم طالبة فش، انا طالبة لحم، وبس الحين بقعد اكل. بعدين عندي موعد ليزر فلازم اروح موعد الليزر حرفيا. ان شاء الله الحق الساعة 6، المفروض الموعد الساعة 6 بس بلحق، إن شاء الله بلحق. فخلوني أكل بسرعة عشان ألحق أروح على موعد الليزر لأنه وايد مهم. جايز حالياً أنا وصلت شارع جميرة ورايحة أسوي ليزر. فصار لي الحين شهرين ومو مسوي ليزر، وصراحة ما أحب، أحب يعني دائماً أسوي ليزر خلاص أفتك. ف سوري على الإزعاج، بس أنا يعني أنا في نص الشارع حرفياً. anyways guys بخلص موعد الليزر، طبعا ما بصور لكم في موعد الليزر اكيد، فبخلص موعد الليزر بعدين احتمال كبير انا ومريم قررنا نروح كوفي القطط، يعني كوفي كله فيه كاتس حس كيوت، يمكن اروح هذا ولا لا، وبس اكيد بنروح دبي مول عشان نتسوق شوي، فيعني بيكون في بلان شوبينج. مهم انا وصلت العيادة اشوفكم بعدين. كوفي القطط شوفوا من هني. هاي يا عمي كيوت. هاي 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 ما ادري ايش بيها تبي تطلع كلها. اول مره اشوف قطوه شي بيضاء يا عمري، كيف كيوت وايد. هاي نايمة، هاي شكلها فيها خمول اللي تبغى تنام. عمري حظهم بس ينامون. انتي دلوحة ايش تسوين؟ اشوفك شوفي بوسيهم. جايز هاي سميتها هيفا ما اعرف ليش، هذه منهارة عليها انا، شوفي شكلها، قولي لهم هاي كيوت. شوفي جايز هذه قاعدة تلعب مع مريم، اول ايش
الحين ما قاعد تلعب، شو فيك تلعبي وياي؟ جايز انا حاليا في ان واي اكس، نفس ما قلت لكم كنت ابي اشتري مسكره الحواجب، وهذه احلى مسكره حواجب عندي في الحياه، مو نفس الجل اخف بس وايد حلوه وثابته، فشريت اثنينه. وكنت قاعده افكر اشتري بعد كم شيء زياده لان ابدا ما اتسوق من ان واي اكس، فبشوف اشتري هوديات لان ابدا في الشقه ما عندي هوديات واموت من البرد. هي عرفني انا في الشتاء انسانه ابرد وايد، ف جايه اليوم اشتري كم هودي. ها خلونا نشوف شو بنحصل هني. لونه وايد كيوت، شوف كيف شكله. صايره ما احب البس اشي عليها وايد رسومات نفس هذا، فاحس هذا كيوت. خلينا نشوف هذا شو. كيوت. اول ما اشتريت شنطه ميك اب لونها اورنج، وايد حبيت. جايز على فكره اتش اند ام وايد معروفين بالمناكير، وايد كيوت. نسيت اراويكم اوتفيت اليوم. من تسالوني من وين اخذ الشيتس، عاده اخذهم من اتش اند ام هوم، عندهم كولكشن وايد كبير الوان حلوه، دائما احب اشتري من عندهم، بس الالوان تكون هاديه، هذا الحلو فيه. حتى عندهم هذا مثلا كيوت، وايد وايد حبيت هذا السرير، احس الالوان تجنن وهاديه. شوفوا عندهم كولكشن هناك. انا جاية اليوم اشتري فازة حق الزرع اللي في البيت، هذا حسيت انه وايد كيوت، حبيت هذا بعد الصراحة، بس كنت افكر في اللون، ابي لون افتح. بعد في هذا بس ما حبيت هذا شكله وايد وايد، شوفوا شكله بيكون نفس هذاك كيوت، بس ما احس انه انا او كيوت، عرفتوا احساس انه واو كيوت، فهمتوا؟ ما اعرف اذا فهمتوا علي ولا لا، بس يس هذا، بس هذا مستحيل لانه وايد صغير، بس شوف شكله كيف كيوت. ما اعرف بس احس قلبي يباني اخذ هذا. الحمد لله خلصنا جايز شوبينج اليوم، والحين جايز خلصنا شوبينج، والله العظيم كان اسوأ شوبينج اسويه في حياتي. اشتريت اشياء حلوه بس شوبينج كان خايس، كل شيء بعيد عن بعض. يعني انا قايله ان المره الجايه بروح اتسوق في مول ثاني، احب دبي مول وايد وايد احبه، بس احس لاني كنت ماسكة اشياء ثقيلة فكان عبانة. محل في الشرق ومحل في الغرب، هي يعني في محل هناك ومحل هناك، ف يعني لا ما اشتريت وايد وايد لان نفس ما قلت لكم كنت خلاص يعني واصلة حدي، ف بسوي شوبينج ان شاء الله المرة الجاية. بس اوريدي اخذت الاشياء اللي كنت احتاجها، يعني ما كنت احتاج اكثر عن اللي اخذته، فيس. المهم خلونا نرجع الشقة واسوي ترى تحت الميك اب. على فكرة تعشيت وكل شيء، والحين قررت اسوي لكم انبوكسينج. ويهي تعبون. خلونا نبدأ بان واي اكس، شو خذت منهم. اول شيء خذته واللي انتو شفتوه اول شيء اللي هو مسكرة الحواجب كنترول فريك، هذه احلى مسكرة حواجب عندي في الحياة، وايد احبها، فاخذت اثنين لان. وبعد قلت بجرب البرونزر من NYX، اللون حلو كان، فما اعرف، فمتحمسه اجرب هالبرونزر وبقول لكم رايي عنه اكيد. ايلاينر بتحب هذا الايلاينر وايد الصراحه، وايد حلو ضعيف، فاخذت ايلاينر لان حسيت انه انا عندي ايلاينر بس قاعد يخلص. وبعد اخر شيء اخذت ترى اخذت هذا البلاشر، حسيت لونه وايد كان كيوت، صار فيني احتاج بلاشر كريمي، فاخذت هذا البلاشر كيوت لونه بينك. تخيلوا هني في لون، هالصوب في لون، وهالصوب في لون ثاني، فحسيت انه كيوت وقلت بجربه. طبعا نيكست عندنا بولمبير، اول شيء اخذته منهم هذا الهودي واللي لبسته ما صدقت، كل حد انهار علي، جوار قالت لي حلو الهودي، مريم قالت لي حلو الهودي، ف سو كيوت. تشوفوا من ورا في رسومات، ما اعرف شو اكتب صراحه، ما انتبهت، بس اللون كيوت، لونه اخضر، فصار فيني come to your mommy حياتي يعني. وخذت منهم هذا النعال so cute. اخر شيء خذته منهم again هذا الهودي اللي راويتكم اياه في الفلوج اوريدي قبل، مكتوب عليه بوسطن، so cute، لونه بلو، والفابريك جايز الاقمشه حق الهوديز خيال وناعمين. تسوقت من H&M وتسوقت من H&M هوم، فمن H&M خذت هذا البنطلون حق البيجامه، سو كيوت، بس بنطلون بدون تا
توب ولا شيء، حسيت انه كيوت يعني حق شيء البس معاه فانيلا او توب من عندي، ما ادري حسيت ان الفابريك كيوت مخطط لونه بيبي بلو. ويس، واخر شيء اخر شيء اخر شيء تسوقت من H&M هوم ويكون شفت تيم هارون سو كيوت. ما ادري ليش في الكاميرا باين عندكم وايد عود، هو كبير اوريدي بس حسيت حق الشاي يجنن الصبح، ما اعرف كيف اشرح لكم بس وايد كيوت. كان في منه بينك وبلو، صار فيني اخذ بينك ولا بلو، بينك ولا بلو. تعدي ترى الحين قاعد اشوف النبته واحس انها يمكن تكون كبيره، كنت ابي اشتري شيء لون بيبي بلو بينك بس ما حصلت، فرضيت بهذا وحسيت انه عادي يعني مو لازم كل شيء يكون ملون بينك بلو، صح ولا لا؟ لانه اوريدي الغرفه فيها اشياء ملونه، ف يعني احس اني بفتح حضانه يعني. اخذت السايز الغلط. اوه ماي جاد، شوفوا الفرق في السايز، النبته اكبر. اوكي خلونا نجرب ونشوف جايز. قاعد انهار، شوفوا حتى ما قاعد تدخل، وايد صغيره. لا زعلت، ما توقعت ان النبته هذه شي كبيره يا اخي، زعلت اوكي النبته بتطيح. انا كنت مستانسه واقول انه يمكن تناسبها، بس تصير تصير في احسن العوائل. يعني انا انسانه اوكي. يا بعد اسبوعين يمكن ينزل الروم تور كامل، فلا تنسون فولو شير لايك سبسكرايب عشان تتابعوني اول باول. شفت فيديو واحده حاطه في تيك توك فاطمه جمال لما تخلص لما تخلص الفيديو لما تقول ياس، كاني مستانسه بس ما اعرف يعني اقول ياس لا ارادي، عرفتوا؟ ف يس جايز خلص الفلوج، شكرا وايد 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 لانكم تابعتوا للنهايه. شوفوا كيف يجنن الهودي يا اخي، احبكم وايد وايد وايد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يومكم يكون سعيد، وتصبحون على خير او صباح الخير اذا تتابعوني الصبح او قبل الرقاد او اي وقت. فاحبكم وايد وايد وايد، اشوفكم في الفلوج اللي بعده. لا تنسون فولو شير لايك سبسكرايب، ضيفوني على حساباتي في السوشيال ميديا. احبكم احبكم احبكم، باي.